لقاءات مكثفة لبايدن مع المسؤولين الإسرائيليين اليوم، ووثيقة إعلان القدس توحد المواقف من خطر إيران وأذرعها. في تسريب جديد للمالكي يكشف عن نيته بإدارة العراق كما إيران، وتحويل الحشد الشعبي إلى حرس ثوري ثان. قوات عسكرية تابعة للبيبة تسيطر على مقر مؤسسة النفط في طرابلس بعد رفض رئيسها قرار إقالته. أسعدتم أوقاتاً، أحييكم مرة جديدة من قناة الحدث، فأهلاً بكم إلى ساعة أخبارية مفصلة نبدأها بزيارة الرئيس بايدن للمنطقة، حيث يكثف الرئيس جو بايدن اليوم محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين ويبحث الملفات الساخنة. كما سيوقع بايدن على إعلان القدس لترسيخ التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيشكل هذا الإعلان شهادة على عمق وحميمية العلاقة الثنائية بين البلدين بحسب مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته. المسؤول أضاف أن وثيقة إعلان القدس ستعبر عن موقف واضح وموحد ضد إيران وبرنامجها النووي وعدوانها في سائر أنحاء المنطقة، حيث تخشى إسرائيل من حصول إيران على القنبلة النووية ورفع العقوبات التي ستمكن طهران من دعم ميليشياتها مثل حزب الله اللبناني أو حركة حماس الفلسطينية. بايدن سيلتقي اليوم أيضا نظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ، كما سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال الجديد يائير لبيد، وسيشارك الرئيس الأمريكي في قمة للمجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة، ويختتم زيارته بلقاء مع رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو. بايدن قال في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية إن انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي كان خطأ فادحا، وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستستخدم القوة ضد إيران لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية، قال بايدن إذا كان ذلك هو الحل الأخير فالرد هو نعم. أظن أن انسحاب الرئيس السابق من الاتفاق النووي كان خطأ فادحا. لقد أصبحت إيران قريبة جدا من امتلاك السلاح النووي أكثر من أي وقت مضى، والأمر لا علاقة له في استمرار أنشطة فيلق القدس أو توقفها. يمكننا أن نتحرك ضدهم حتى بوجود اتفاق يحد من قدرات برنامجهم النووي، وما زلت أعتقد أنه أمر منطقي. لقد طرحنا كافة أوراقنا على الطاولة وعرضنا على الإيرانيين الصفقة، والأمر الآن متروك لهم. Are you committed to keep the IRGC on the foreign terrorist organization list even if that means that kills the deal? Yes. You in the past said you'll do anything and you say it again that you'll ensure Iran would not acquire nuclear weapons. Does that also mean, sir, that you would use force against Iran? Is that what that means? That was the last resort, yes. And would you work on Israel with that kind of thing? Have you received any assurances? I'm not going to speculate on that, but Iran cannot get a nuclear weapon. التسجيل الصوتي المسرب لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وصف الأخير الصدريين بالجبناء والخونة، وقال إن مقتدى الصدر مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين في بغداد في الحرب الطائفية. الله لا يوفقكم، الله لا يهديكم، لأنه خونة، والخائن يعني أخطر من غير بالتعامل. أنا أعرفهم، أنا ضربتهم كلملة وضربتهم بالبصرة وضربتهم بالجبناء، الآن صاروا أجمل لأنه أيديهم صارت متروسة دينهم وفلوسهم حرام. اللي ياكل حرام يصير جمال. هذول أكلوا الحرام، فرهدوا أموال الناس وأموال الدولة وقتلوا واستباحوا الدماء. إيش قد قتل مقتدى الصدر بغداد؟ ملايين. الاختطاف بالسيارات البطة سالفة. هو يحكيها.
الملك أشار أيضا في التسجيل المنسوب إليه إلى أنه أنشأ قوات الحشد الشعبي، وكانت خطته أن يكون مثل الحارس الثوري الإيراني وأن يدير العراق مثل إيران، لكن أقرب الناس إليه لم يسمحوا بتحويل الحشد الشعبي إلى الحارس الثوري الإيراني. ليك مروان؟ هذه الصور مباشرة من فرنسا، حيث يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفالات 14 من يوليو. صور من باريس لبدء احتفالات 14 من يوليو. هذه الاحتفالات يشارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون. من المتوقع أن نشهد عرضا عسكريا خلال هذا الاحتفال، وذلك للعديد من الفرق المختلفة للجيش الفرنسي، الفرق العسكرية الفرنسية. أيضا ربما سنشاهد عرضا بالطائرات للعلم الفرنسي كما جارت العادة باللون الأزرق والأحمر والأبيض، وهذه الألوان ترمز إلى العلم الفرنسي. وحشود تنتظر وتتابع هذه الاحتفالات من سنة إلى سنة في هذه الذكرى المعروفة في فرنسا، ذكرى 14 من يوليو. وهذا قوس النصر أيضا في الشانزليزيه. نتحول الآن إلى ملف آخر، هو الملف الليبي، حيث قالت مصادر الحدث إن قوة عسكرية تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اقتحمت مقر مؤسسة النفط بطرابلس وسيطرت عليها. المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان لها إن السيارات التي تحاصر مقرها تحمل شعار الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، محملا بيبا وأمر الغرفة المشتركة لمصراتة المسؤولية القانونية في حال تعرض أي موظف لل الأذى. ودعت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها إلى حماية مقرها. التحرك يأتي بعد وقت قصير من تحذير وجهه مصطفى صنعالله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى دبيبة من المساس بمؤسسته. صنعالله تجاهل أمرا بإقالته من حكومة دبيبة مشككا في صلاحيتها، وقال صنعالله إن حكومة دبيبة انتهت ولايتها ولا سلطة لها على المؤسسة ولا على أي هيئة أخرى. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لسنة إضافية تنتهي في 15 من يوليو من العام 2023، وصوت المجلس بإجماع أعضائه 15 على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، ونص القرار على استمرار البعثة الأممية لدعم اتفاقية الحديدة بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وأيضا استمرار عمليات مكافحة الألغام ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة وصليف ورأس عيسى. هذا وتواصل طواقم الدفاع المدني في مدينة مأرب إخلاء عائلات عالقة داخل منازلها بسبب السيول في منطقتي الروضة والمغاوير. مياه السيول دمرت مصدات المياه في مخيم الجفينة للنازحين وجرفت عددا من مساكن النازحين، وأطلقت تحذيرات للنازحين قرب ممرات السيول بإخلاء منازلهم مع استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرياح. ما شاء الله ما شاء الله، هذا السيل خارجي من الجبينة قاعد على الطريق، ما شاء الله والسيل. والسيل ما شاء الله ما قد وقعش.
خلال هذا السنين الماضية، خمس ست سنين سبع سنين ما قد قرش هذا السيل. ما شاء الله ما شاء الله. الآن الساعة 2:30. بعد 93 جلسة استمعت فيها محكمة ستوكهولم إلى 46 شاهدا، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم بحق القاضي الإيراني حميد نوري المعتقل في السويد منذ نوفمبر من العام 2019 بتهم التواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين، معظمهم من مجاهدي خلق ومن بينهم أيضا أحزاب يسارية. تلقي موجة ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الجاري بظلالها على كل من فرنسا وأوروبا، وسط توقعات بزيادة أسعار الكهرباء إثر عزم باريس خفض إنتاج الكهرباء من مفاعلاتها النووية. بدوب وقوع سيناريو انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها في فرنسا، فباريس تعتزم خفض إنتاج الكهرباء من أسطول مفاعلاتها النووية الذي أصبح محاصرا بعوامل ضعف مختلفة، منها عرقلة ارتفاع درجات الحرارة لعمليات تبريد المفاعلات القديمة وتهالك تلك المعدات بالمحطات النووية. فإنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية في فرنسا يرتبط بدرجات الحرارة، ووفق شركة الكهرباء الفرنسية التي تعاني أصلاً من ديون تبلغ 43 مليار يورو، فإن ارتفاع درجة حرارة نهر جارون ستخفض من إنتاج محطة جولفيتش للطاقة النووية بداية من الخميس المقبل. وفي الصيف الحالي تتجاوز درجات الحرارة بفرنسا متوسط معدلاتها وصولاً إلى 38 درجة مئوية هذه الأيام، كما ستسجل المزيد من الارتفاعات الأسبوع المقبل وفق البيانات الرسمية. وتفرض العلاقة الطردية بين درجات حرارة الصيف وحجم الاستهلاك نفسها، فزاد الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد لملايين المنازل والمكاتب والمصانع، ما يدفع بالفواتير لأن تصبح مؤلمة للمواطنين. كما سجل تداول أسعار الكهرباء الفرنسية خلال 24 ساعة الأخيرة أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي. ويرى مراقبون أن أزمة الكهرباء الفرنسية خذلت رهانات أوروبا على تلقيها الدعم من باريس، لتذكير فإن فرنسا توفر نصف ما تساهم به الطاقة النووية من 12 دولة أوروبية، والذي يؤمن ربع إمدادات الكهرباء في القارة الأوروبية بأكملها. أنتم دائما برفقتنا مع قناة الحدث، يمكنكم أن تتابعونا عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني الحدث.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بين مساء أمس على الساعة 6 صباحا إلى فجر اليوم الساعة 6 صباحا 60 حريقا في مختلف جهات البلاد. السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولا هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه حركة النهضة في الأيام القادمة. الرئيس قيس سعيد قال لا حوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لأبناء الشعب التونسي. بعض الأصوات تعالت مجددا وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة. هل بالنسبة إليك واضحة عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد، أم كما يصفها البعض بأنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروقة في تونس. كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الآن؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في
في مكانه وزمانه. لقاءات مكثفة لبايدن مع المسؤولين الإسرائيليين اليوم، ووثيقة إعلان القدس توحد المواقف من خطر إيران وأذرعها. في تسريب جديد للمالكي يكشف عن نيته بإدارة العراق كما إيران وتحويل الحشد الشعبي إلى حرس ثوري ثاني. قوة عسكرية تابعة للبيبة تسيطر على مقر مؤسسة النفط في طرابلس بعد رفض رئيسها قرار إقالته. أهلا ومرحبا بكم من جديد. نذهب مشاهدينا إلى فرنسا لمشاهدة بدء العرض العسكري من باريس لاحتفالات 14 من يوليو، وهو مناسبة للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي. وذلك كما نشاهد في جادة الشانزليزي. أيضا من المتوقع أن يشارك في هذا الاحتفال عدد كبير من الفرق العسكرية وفائزون بميداليات أولمبية يشاركون أيضا في هذا العرض، كما يتوقع أن يكون هناك عرضاً لطائرات مسيرة ولمروحيات، حيث جرت العادة أيضاً أن نشاهد من خلال الطائرات نشر صور العلم الفرنسي باللون الأزرق والأحمر والأبيض. نشاهد الرئيس ماكرون وهو يترأس هذا العرض العسكري. 9 دول أجنبية مدعوة للمشاركة في هذا العرض وفي هذا الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي. هي دول مجاورة أيضا يذكر بأنها دول مجاورة لروسيا وأوكرانيا مدعوة للمشاركة في هذا العرض أو لحضور هذا العرض. دعوات رسمية لدول مجاورة لكل من أوكرانيا وروسيا لحضور هذا العرض. نشاهد هذا العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي. مساء هذا اليوم من المتوقع أن يكون هناك كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجها هذه الكلمة للشعب الفرنسي. سيتطرق من خلال هذه الكلمة للحديث عن الحكومة والبرنامج السياسي والاقتصادي للحكومة. صور مباشرة من باريس من جادة الشانزليزي لبدء العرض العسكري الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يكثف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين ويبحث الملفات الساخنة، كما سيوقع بايدن على إعلان القدس لترسيخ التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيشكل هذا الإعلان شهادة على عمق وحميمية العلاقة الثنائية بين البلدين، بحسب مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته. المسؤول أضاف أن وثيقة إعلان القدس تعبر عن موقف واضح ومحدد ضد إيران وبرنامجها النووي وعدوانها في سائر أنحاء المنطقة، حيث تخشى إسرائيل من حصول إيران على القنبلة النووية ورفع العقوبات التي ستمكن طهران من دعم ميليشياتها مثل حزب الله اللبناني أو حركة حماس الفلسطينية. بايدن سيلتقي اليوم أيضا نظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، كما سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال الجديد يائير لبيد، وسيشارك الرئيس الأمريكي في قمة للمجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة، ويختتم زيارته بلقاء مع رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو. بايدن قال في تصريح للقناة الثانية عشر الإسرائيلية أن انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي كان خطأ فادحا، وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستستخدم القوة ضد إيران لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية، قال بايدن إذا كان ذلك هو الحل الأخير فالرد هو نعم. أظن أن انسحاب الرئيس السابق من الاتفاق النووي كان خطأ فادحا. لقد أصبحت إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى، والأمر لا علاقة له في استمرار أنشطة فيلق القدس أو توقفها. يمكننا أن نتحرك ضدهم حتى بوجود اتفاق يحد من قدرات برنامجهم النووي، وما زلت أعتقد أنه أمر منطقي. لقد طرحنا كافة أوراقنا على الطاولة وعرضنا على الإيرانيين الصفقة، والأمر الآن متروك لهم. You committed to keep the IRGC on the foreign terrorist organization list, even if that means that kills the deal? Yes. Mm-hmm. You, in the past, said you'll do anything, and you say it again, that you'll ensure Iran would not acquire nuclear weapons. Does that also mean, sir, that you would use force against Iran? Is that what that means? That was the last resort, yes. And would you work on Israel with that kind of thing? Have you received any assurances? I'm not going to speculate on that, but... Iran cannot get a nuclear weapon. وللحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضم إلينا من القدس زياد حلبي مراسل الحدث. أهلا بك مرة جديدة برفقتنا زياد. هل تضعنا في أجواء هذه الزيارة؟ ما هو المدرج على جدول أعمال هذا اليوم؟ بمن سيلتقي الرئيس بايدن؟ بدأ قبل قليل اللقاء بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد في فندق قريب من حيث نحن. قبل قليل فقط مر الموكب للرئيس بايدن من خلفنا. عمليا سيكون هناك في البداية لقاء ثنائي، بمعنى وجها لوجه بين لابيد وبايدن، ومن ثم سيصار إلى توسيع هذا اللقاء كي ينضم الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى طاولة البحث. بعد ذلك كما أسلفت في المقدمة سيكون هناك المؤتمر الرباعي عبر الفيديو كونفرنس مع الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل عند 1:30 بالتوقيت المحلي، 10:30 بالتوقيت غرينتش. عمليا سيكون عملية توقيع الوثيقة، وثيقة القدس كما سماها الطرفان، ومن ثم مؤتمر صحافي للرجلين. هذه الوثيقة هي نتاج 14 تقريبا من المفاوضات بين الجانبين. يمكن أن نختصرها ونقول بأنها عبارة عن جمع كل التفاهمات التاريخية في العقود الماضية الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية، ووضعها عمليا خطيا بنص خطي في محاولة لطمأنة إسرائيل. نعم، هل هناك يعني توقيت تقريبي للوقت الذي سيتم فيه التوقيع على هذه الوثيقة بانتهاء هذا الاجتماع؟ وبعدها كما ذكرت زياد سيتوسع بحضور فريق كل من الرئيس بايدن وأيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد. كما قلت قبل قليل أتوقع عند 10:30 غرينتش سيتم توقيع الوثيقة، وبعدها فورا سيكون هناك مؤتمر صحافي.
سنسمع لبيد يتحدث بمفاهيم تاريخية عن هذه الوثيقة، ولكن بحسب ما نسمعه من المصادر الإسرائيلية هناك خشية من أن الولايات المتحدة وافقت على هذه التعهدات الخطية بما فيها القول إنها ستمنع إيران نووية وستستغل كامل إمكانات القوة الأمريكية من أجل تنفيذ ذلك، وتتيح لإسرائيل حرية العمل العسكري والتفوق النوعي في المنطقة إلى آخر القائمة هذه. يخشون في إسرائيل بأن ذلك جاء في محاولة لدفع ثمن في مقابل العودة الأمريكية للاتفاق النووي الذي تعتبره إسرائيل سيئا مع إيران من العام 2015. ولهذا كما أوردتم في التصريحات لبايدن للقناة 12 الإسرائيلية لم يكن عمليا كان واضحا جدا بأن هدفه هو العودة السريعة للاتفاق مع إيران. نعم. أيضا ماذا بالنسبة لحل الدولتين الذي يعني تطرق بالحديث عن هذا الملف ولكن ربما ليس بإسهاب، أبرز يعني ما جاء بالحديث عنه؟ طبعا بايدن تحدث عن حل الدولتين بالأمس، ولكن أعطى الملاحظة ربما التي تقول كل شيء، وهي أنه قد لا يكون قابلا للتنفيذ في هذه المرحلة. بهذا المعنى لن يحدث أي تقدم على هذا الصعيد، بل على العكس هناك الآن نوع من الإشكالية حتى في اللقاء بين بايدن والرئيس الفلسطيني، لم يتفق على أي بيان مشترك بسبب الخلافات مع الأمريكيين. هناك مطالبة طبعا بحل الدولتين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية المحتلة من قبل الفلسطينيين، بالإضافة إلى فتح مكتب منظمة التحرير والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وما إلى ذلك. أيضا الولايات المتحدة حاولت الضغط على إسرائيل في هذا المجال لإعطاء بعض اللفتات، لكن إسرائيل أيضا رفضت بالأمس مثلا فكرة أن يكون هناك لجنة رباعية أمريكية إسرائيلية أردنية فلسطينية لمواكبة ما يحدث في القدس، رفضت إسرائيل ذلك بشدة. نشكر لك كل هذه الإيضاحات زياد. على كل حال سنكون في متابعة لأي تطورات جديدة ومعلومات جديدة قد تخرج عن هذه عن هذا الاجتماع، والذي سيكون موسعا بعد ذلك ليتم التوقيع على وثيقة القدس. شكرا لك. كان معنا من القدس زياد حلبي مراسل الحدث. وفي الملف العراقي قال مراسل الحدث إن انفجارا مجهولا وقع في مخزن سلاح لفوج حشد القائم الأول على الحدود السورية العراقية. انفجار مجهول قال فوج الحشد أصغر الأول هذا فعل فاعل التسجيل الصوتي المسرب لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وصف الأخير الصدريين بالجبناء والخونة، وقال أن مقتدى الصدر مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين في بغداد في الحرب الطائفية. الله لا يوفقكم، الله لا يهديكم، لأنه خونة والخائن يعني أخطر من غير بالتعامل. أنا أعرفهم، أنا ضربتهم كلبلة وضربتهم بالبصرة وضربتهم بالجبناء، الآن صاروا أجمل لأنه أيديهم صارت متروسة ديهم وفلوس وحرام. اللي يأكل حرام يصير جمال. إيه خلاص رمضان. ها؟ إيه والله. هذول أكلوا الحرام. فرهدوا أموال الناس وأموال الدولة وقتلوا واستباحوا الدماء. إيش قد قتل مقتدى الصدر بغداد؟ ملايين. الاختطاف بالسيارات المسالفة. هو يحكيها. المالكي أشار أيضا في التسجيل المنسوب إليه إلى أنه أنشأ قوات الحشد الشعبي، وكانت خطته أن يكون مثل الحرس الثوري الإيراني وأن يدير العراق مثل إيران، لكن أقرب الناس إليه لم يسمحوا بتحويل الحشد الشعبي إلى الحرس الثوري الإيراني. هذا اللي شفته متأدى سوي، يريد تسوي الحشد مثل الحرس الثوري. ألف رحمة على ذلك. لكن
احنا بعدنا بيها رد الى ايران هي بعدنا بيها حجي بعد حجي بس من خصتك اني اخدمك تفضل تفضل يا حجي المؤامره اللي صارت قبل الحشد انت ردت تهز الحشد سويت حشد وسويت حرس دولي وتريد تسلم زمام الامور والعراق كله يسيطر بس حاربوك ما رادوا هذا الشيء واللي خانوا هم اقرب الناس لنا ولد جدتنا. قالت مصادر الحدث إن قوة عسكرية تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اقتحمت مقر مؤسسة النفط بطرابلس وسيطرت عليها. المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان لها إن السيارات التي تحاصر مقرها تحمل شعار الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة محملا بيبة وآمر الغرفة المشتركة لمصراتة المسؤولية القانونية في حال تعرض أي موظف للأذى. ودعت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها إلى حماية مقر. التحرك يأتي بعد وقت قصير من تحذير وجهه مصطفى صنعلة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى دبيبة من المساس بمؤسسته. صنعلة تجاهل أمرا بإقالته من حكومة دبيبة مشككا في صلاحياتها. وقال صنعلة إن حكومة دبيبة انتهت ولايتها ولا سلطة لها على المؤسسة ولا على أي هيئة أخرى. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لسنة إضافية تنتهي في 15 من يوليو من العام 2023. وصوت المجلس بإجماع أعضائه 15 على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا. ونص القرار على استمرار بعثة الدعم لهذه البعثة للحديدة اتفاقية الحديدة بالإشراف على تنفيذ اتفاق هذه المدينة بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة واستمرار عملية مكافحة الألغام ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة وصليف ورأس عيسى. تواصل طواقم الدفاع المدني في مدينة مأرب إخلاء عائلات عالقة داخل منازلها بسبب السيول في منطقتي الروضة والمغاوير. مياه السيول دمرت مصدات المياه في مخيم الجوفينة للنازحين وجرفت عددا من مساكن النازحين وأطلقت تحذيرات للنازحين قرب ممرات السيول بإخلاء منازلهم مع استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرياح. ما شاء الله ما شاء الله هذا السيل خارجي من الجبينة قاعد على الطريق ما شاء الله والسيل والسيل ما شاء الله ما قد وقعش خلال هذا السنين الماضية خمس ست سنين سبع سنين ما قد وقعش هذا السيل ما شاء الله ما شاء الله الآن الساعة 2:30
بعد 93 جلسة استمعت فيها محكمة ستوكهولم إلى 46 شاهداً، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم بحق القاضي الإيراني حميد نوري المعتقل في السويد منذ نوفمبر من العام 2019 بتهم التواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين، معظمهم من مجاهدي خلق ومن بينهم أيضاً أحزاب يسارية. في حملة جديدة على المعارضين والفنانين، اعتقلت إيران ثلاثة صانعي أفلام مشهورين خلال الأسبوع الماضي، وأفادت منظمة حقوقية إيرانية مستقلة مقرها نيويورك بأن ما لا يقل عن 15 ناشطا ومعارضا اعتقلوا في إيران خلال هذا الشهر. حلقات القمع الإيراني للمعارضين تتسع لتطال فنانين مرموقين، ومسلسل القبض على المبدعين وصناع السينما بات مشهداً مألوفاً في شوارع طهران حسب نيويورك تايمز. العالمي جعفر بناهي ينضم إلى ركب المعتقلين ليلحق بأقرانه محمد رسولوف ومصطفى الأحمد وغيرهما. بناهي تصدى للتحديات التي تواجهها المرأة الإيرانية في مجتمع محافظ ليفوز بجائزة مهرجان البندقية قبل أن يتوج في برلين بجائزة الدب الذهبي حين تناول تفشي الفقر والتمييز الجنسي والرقابة في بلاده. رسولوف والأحمد لم يذهبا بعيداً عن خط السينما مرآة المجتمع، ونظما حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت قوات الأمن التي تواجه المتظاهرين إلى إلقاء أسلحتهم والانضمام إلى الناس، فتم اعتقالهما في 8 من الشهر الجاري. وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أكد في خطاب عام في أواخر يونيو الماضي أن السلامة النفسية للإيرانيين مهددة بالتعليق على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة. في المقابل قال مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو منظمة حقوقية مستقلة مقرها نيويورك، إن ما لا يقل عن 15 ناشطاً ومعارضاً اعتقلوا في إيران حتى الآن خلال هذا الشهر. طلعت موسى، الحدث. للمرة الثالثة هذا العام أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة الربع السنوية لأسعار الوقود، ليرتفع سعر البنزين 50 قرشاً للليتر الواحد على كل الفئات، فيما ارتفع سعر بنزين 95 أوكتان بزيادة جنيه واحد. ورفعت الحكومة سعر المازوت 400 جنيه للطن بنسبة 400 مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء. واعتمدت مصر منذ شهر أكتوبر من العام 2019 آلية التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحرير أسعار الوقود من خلال ربطه بالأسعار العالمية، وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بالألية. وقالت وزارة التنمية المحلية إن تعرفة المواصلات العامة الداخلية وبين المحافظات سترتفع ما بين 5 إلى 7% على جميع الخطوط. تصدر وزير المالية المستقيل ريتشي سوناك منافسيه في سباق الترشح لرئاسة الوزراء، ليظل في السباق 4 مرشحات ومرشحان بعد إقصاء كل من جيريمي هانت وزير الخارجية سابقا ووزير المالية الحالي ناظم الزهاوي. من 8 مرشحين لرئاسة الوزراء إلى 6 بعد خروج وزير المالية ناظم الزهاوي وجيريمي هانت من سباق زعامة حزب المحافظين، ليواصل كل من ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة التجارة بيني موردنت وكيمي بادينوك وتوم توغنهارت وسويلا بافرمان التنافس على قيادة البلاد. وبحسب آخر استطلاع لمؤسسة يوغوف لجميع أعضاء حزب المحافظين، فإن بيني موردنت هي الأوفر حظاً لخلافة جونسون بنسبة 27%. موردنت كشفت عن أولوياتها في الحملة إذا ما حظيت بمنصب رئيس الوزراء. أمامنا بعض التحديات الخطيرة حقاً. علينا تجنب ركود الاقتصاد وتحقيق الطموح الهائل للشعب البريطاني بعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي ومواصلة السيطرة على كورونا، وأيضا دعم أوكرانيا في حربها. لدينا برنامج سنعمل عليه لاستعادة الثقة.
تصويت النواب المحافظين على مرشحهم المفضل سبقته أول مساءلة لجونسون بعد إعلان استقالته أشار خلالها إلى إنجازاته خلال فترة حكمه وتأكيده مواصلة أي من المرشحين لخلافته المشاريع التنموية التي أطلقها. صحيح تماما أنني أغادر في وقت لم أختره، لكنني فخور بالعمل الجماعي الرائع في مختلف المشاريع على الصعيدين الوطني والدولي، كما أنني فخور بقيادتي وسأغادر قريبا مرفوع الرأس. وسيسعى المرشحون الستة كسب أصوات ناظم الزهاوي وجيرم هانت اللذين ودعا السباق على الرئاسة وداعميهما لتعزيز فرصهم في جولة التصويت الثانية. اللجنة المعنية بتنظيم آلية اختيار زعيم جديد ستفرض شروطا إضافية لمواصلة المرشحين سباق زعامة حزب المحافظين والبلاد بحصولهم على دعم عدد معين من النواب لتجاوز جولة التصويت الثانية. مصطفى زارو، الحدث، لندن. تلقي موجة ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الجاري بظلالها على فرنسا وأوروبا وسط توقعات بزيادة أسعار الكهرباء إثر عزم باريس خفض إنتاج الكهرباء من مفاعلاتها النووية. تدوب وقوع سيناريو انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها في فرنسا، فباريس تعتزم خفض إنتاج الكهرباء من أسطول مفاعلاتها النووية الذي أصبح محاصراً بعوامل ضعف مختلفة منها عرقلة ارتفاع درجات الحرارة لعمليات تبريد المفاعلات القديمة وتهالك تلك المعدات بالمحطات النووية. فإنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية في فرنسا يرتبط بدرجات الحرارة، ووفق شركة الكهرباء الفرنسية التي تعاني أصلاً من ديون تبلغ 43 مليار يورو، فإن ارتفاع درجة حرارة نهر جارون ستخفض من إنتاج محطة جولفيتش للطاقة النووية بداية من الخميس المقبل. وفي الصيف الحالي تتجاوز درجات الحرارة بفرنسا متوسط معدلاتها وصولاً إلى 38 درجة مئوية هذه الأيام، كما ستسجل المزيد من الارتفاعات الأسبوع المقبل وفق البيانات الرسمية. وتفرض العلاقة الطردية بين درجات حرارة الصيف وحجم الاستهلاك نفسها، فزاد الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد لملايين المنازل والمكاتب والمصانع، ما يدفع بالفواتير لأن تصبح مؤلمة للمواطنين. كما سجل تداول أسعار الكهرباء الفرنسية خلال 24 ساعة الأخيرة أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي. ويرى مراقبون أن أزمة الكهرباء الفرنسية خذلت رهانات أوروبا على تلقيها الدعم من باريس، لتذكير فإن فرنسا توفر نصف ما تساهم به الطاقة النووية من 12 دولة أوروبية، والذي يؤمن ربع إمدادات الكهرباء في القارة الأوروبية بأكملها. ندعوكم دائما مشاهدينا لمتابعة قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال. أنا ما معناش حتى حق أقول لك حق الدب الماي. كل توقيعات أو التزامات الحوثيين بحماية الأطفال وعدم اقحامهم في الجبهات كلها تبخرت. هذه الجرائم
هي جرائم ضد الإنسانية. تستمر الخروقات منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة. وفقا لمصادر أمنية حتى الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى. ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل؟ هناك صراعات سياسية على السلطة. اليمني كما قلت يتعرض إلى انتهاكات من الحوثيين، كيف باللاج؟ حصرتها بالسلاح وأطلقت عليها النار وأحرقت الصنادق والسكنات الشعبية التي بناها هؤلاء في هذا الوادي. ولا يعني كأنه الناس يعني يفكرون كيف حال الناس وكيف حالنا. إلى ماذا يرمي الحوثيون من خلال هذه الانتهاكات؟ لقاءات مكثفة لبايدن مع المسؤولين الإسرائيليين اليوم، ووثيقة إعلان القدس توحد المواقف من خطر إيران وأذرعها. في تسريب جديد للمالكي يكشف عن نيته بإدارة العراق كما إيران، وتحويل الحشد الشعبي إلى حرس ثوري ثان. قوة عسكرية تابعة للدبيبة تسيطر على مقر مؤسسة النفط في طرابلس بعد رفض رئيسها قرار إقالته. أسعدتم أوقاتاً وأحييكم مرة جديدة من قناة الحدث، فأهلاً بكم إلى ساعة أخبارية مفصلة نبدأها بزيارة الرئيس بايدن للمنطقة، حيث يكثف الرئيس جو بايدن اليوم محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين ويبحث الملفات الساخنة. كما سيوقع بايدن على إعلان القدس لترسيخ التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيشكل هذا الإعلان شهادة على عمق وحميمية العلاقة الثنائية بين البلدين بحسب مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته. المسؤول أضاف أن وثيقة إعلان القدس ستعبر عن موقف واضح وموحد ضد إيران وبرنامجها النووي وعدوانها في سائر أنحاء المنطقة، حيث تخشى إسرائيل من حصول إيران على القنبلة النووية ورفع العقوبات التي ستمكن طهران من دعم ميليشياتها مثل حزب الله اللبناني أو حركة حماس الفلسطينية. بايدن سيلتقي اليوم أيضا نظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ، كما سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال الجديد يائير لبيد، وسيشارك الرئيس الأمريكي في قمة للمجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة، ويختتم زيارته بلقاء مع رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو. بايدن قال في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية إن انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي كان خطأ فادحا، وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستستخدم القوة ضد إيران لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية، قال بايدن إذا كان ذلك هو الحل الأخير فالرد هو نعم. أظن أن انسحاب الرئيس السابق من الاتفاق النووي كان خطأ فادحا. لقد أصبحت إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى، والأمر لا علاقة له في استمرار أنشطة فيلق القدس أو توقفها. يمكننا أن نتحرك ضدهم حتى بوجود اتفاق يحد من قدرات برنامجهم النووي، وما زلت أعتقد أنه أمر منطقي. لقد طرحنا كافة أوراقنا على الطاولة وعرضنا على الإيرانيين الصفقة، والأمر الآن متروك لهم. Are you committed to keep the IRGC on the foreign terrorist organization list even if that means that kills the deal? Yes. You in the past said you'll do anything and you say it again that you'll ensure Iran would not acquire nuclear weapons. Does that also mean, sir, that you would use force against Iran? Is that what that means? That was the last resort, yes. And would you work on Israel with that kind of thing? Have you received any assurances? I'm not going to speculate on that, but Iran cannot get a nuclear weapon. التسجيل الصوتي المسرب لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وصف الأخير الصدريين بالجبناء والخونة، وقال إن مقتدى الصدر مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين في بغداد في الحرب الطائفية. الله لا يوفقكم،
الله لا يهديكم لأنه خونة، والخائن يعني أخطر من غير بالتعامل. أنا أعرفهم، أنا ضربتهم كلبلة وضربتهم بالبصرة وضربتهم بالجبناء، الآن صاروا أجمل لأنه أيديهم صارت متروسة ديهم وفلوس وحرام، اللي يأكل حرام يصير جمال. هذول أكلوا الحرام، فرهدوا أموال الناس وأموال الدولة وقتلوا واستباحوا الدماء. إيش قد قتل مقتدى صدر بغداد؟ ملايين. الاختطاف بالسيارات المصالح هو يحكيها. الملك أشار أيضا في التسجيل المنسوب إليه إلى أنه أنشأ قوات الحشد الشعبي، وكانت خطته أن يكون مثل الحارس الثوري الإيراني وأن يدير العراق مثل إيران، لكن أقرب الناس إليه لم يسمحوا بتحويل الحشد الشعبي إلى الحارس الثوري الإيراني. ليك مروان، نشاهد هذه الصور مباشرة من فرنسا، حيث يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفالات 14 من يوليو. صور من باريس لبدء احتفالات 14 من يوليو. هذه الاحتفالات يشارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون. من المتوقع أن نشهد عرضا عسكريا خلال هذا الاحتفال، وذلك للعديد من الفرق المختلفة للجيش الفرنسي، الفرق العسكرية الفرنسية. أيضا ربما سنشاهد عرضا بالطائرات للعلم الفرنسي كما جارت العادة باللون الأزرق والأحمر والأبيض، وهذه الألوان ترمز إلى العلم الفرنسي. وحشود تنتظر وتتابع هذه الاحتفالات من سنة إلى سنة في هذه الذكرى المعروفة في فرنسا، ذكرى 14 من يوليو. وهذا قوس النصر أيضا في الشانزليزيه. نتحول الآن إلى ملف آخر، هو الملف الليبي، حيث قالت مصادر الحدث إن قوة عسكرية تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اقتحمت مقر مؤسسة النفط بطرابلس وسيطرت عليها. المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان لها إن السيارات التي تحاصر مقرها تحمل شعار الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، محملا بيبا وأمر الغرفة المشتركة لمصراتة المسؤولية القانونية في حال تعرض أي موظف لل الأذى. ودعت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها إلى حماية مقرها. التحرك يأتي بعد وقت قصير من تحذير وجهه مصطفى صنعالله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى دبيبة من المساس بمؤسسته. صنعالله تجاهل أمرا بإقالته من حكومة دبيبة مشككا في صلاحيتها، وقال صنعالله إن حكومة دبيبة انتهت ولايتها ولا سلطة لها على المؤسسة ولا على أي هيئة أخرى. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لسنة إضافية تنتهي في 15 من يوليو من العام 2023، وصوت المجلس بإجماع أعضائه 15 على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، ونص القرار على استمرار البعثة الأممية لدعم اتفاقية الحديدة بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وأيضا استمرار عمليات مكافحة الألغام ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة وصليف ورأس عيسى.
هذا وتواصل طواقم الدفاع المدني في مدينة مأرب إخلاء عائلات عالقة داخل منازلها بسبب السيول في منطقتي الروضة والمغاوير. مياه السيول دمرت مصدات المياه في مخيم الجفينة للنازحين وجرفت عددا من مساكن النازحين، وأطلقت تحذيرات للنازحين قرب ممرات السيول بإخلاء منازلهم مع استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرياح. ما شاء الله ما شاء الله، هذا السيل خارج من الجبينة قاعد على الطريق، ما شاء الله والسيل. السيل ما شاء الله ما قد وقعش خلال هذا السنين الماضية، خمس ست سنين سبع سنين ما قد وقعش هذا السيل، ما شاء الله ما شاء الله. الآن الساعة 2:30. بعد 93 جلسة استمعت فيها محكمة ستوكهولم إلى 46 شاهدا، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم بحق القاضي الإيراني حميد نوري المعتقل في السويد منذ نوفمبر من العام 2019 بتهم التواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين معظمهم من مجاهدي خلق ومن بينهم أيضا أحزاب يسارية. تلقي موجة ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الجاري بظلالها على كل من فرنسا وأوروبا وسط توقعات بزيادة أسعار الكهرباء إثر عزم باريس خفض إنتاج الكهرباء من مفاعلاتها النووية. تدوب وقوع سيناريو انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها في فرنسا، فباريس تعتزم خفض إنتاج الكهرباء من أسطول مفاعلاتها النووية الذي أصبح محاصراً بعوامل ضعف مختلفة منها عرقلة ارتفاع درجات الحرارة لعمليات تبريد المفاعلات القديمة وتهالك تلك المعدات بالمحطات النووية. فإنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية في فرنسا يرتبط بدرجات الحرارة، ووفق شركة الكهرباء الفرنسية التي تعاني أصلاً من ديون تبلغ 43 مليار يورو، فإن ارتفاع درجة حرارة نهر جارون ستخفض من إنتاج محطة جولفيتش للطاقة النووية بداية من الخميس المقبل. وفي الصيف الحالي تتجاوز درجات الحرارة بفرنسا متوسط معدلاتها وصولاً إلى 38 درجة مئوية هذه الأيام، كما ستسجل المزيد من الارتفاعات الأسبوع المقبل وفق البيانات الرسمية. وتفرض العلاقة الطردية بين درجات حرارة الصيف وحجم الاستهلاك نفسها، فزاد الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد لملايين المنازل والمكاتب والمصانع، ما يدفع بالفواتير لأن تصبح مؤلمة للمواطنين. كما سجل تداول أسعار الكهرباء الفرنسية خلال 24 ساعة الأخيرة أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي. ويرى مراقبون أن أزمة الكهرباء الفرنسية خذلت رهانات أوروبا على تلقيها الدعم من باريس، لتذكير فإن فرنسا توفر نصف ما تساهم به الطاقة النووية من 12 دولة أوروبية، والذي يؤمن ربع إمدادات الكهرباء في القارة الأوروبية بأكملها. أنتم دائماً برفقتنا مع قناة الحدث، يمكنكم أن تتابعونا عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب، وأيضاً عبر موقعنا الإلكتروني الحدث.net. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.